هي باخرة تابعة للنقل البحري الإسباني، بها أكثر من 150 مسافرا قادمين من ألميريا إلى ميناء الغزوات. هنا تستقبلهم الجمارك الجزائرية بالتحية والابتسامة، ولكن بمنسوب عال من اليقظة، فبكل حيطة ورقابة يتعامل أعوان الجمارك مع المسافرين. في إطار الرقابة الجمركية التي تقوم بها مصالحنا في إطار معالجة رحلات المسافرين، فإننا نقوم بتمرير جميع البضائع والأمتعة التي تكون بحوزة المسافرين على الجهاز الكاشف، ليقوم بعد ذلك العون الفحص بتفتيش دقيق لهذه البضائع والأمتعة للكشف عن وجود بضائع محظورة، سواء كان حظرا نسبيا أو حظرا مطلقا. ونذكر من بينها المهلوسات والعتاد الحساس بمختلف أنواعه. المسافرون القادمون بدورهم ثمنوا الاستقبال المميز للجمارك الجزائرية وكذا الرقبة المعمولة بها. خويا جينا نشوفوا البلاد، توحشنا، هذه تروازون ما جيت، واستقبلونا غاية وفيد في والحمد لله. نشكر الجمارك على حسن الاستقبال هذا، وربي يعاونهم إن شاء الله ويكون في عونهم إن شاء الله. الجمارك الجزائرية عمرها بعمر الاستقلال، ترافق القادم والمغادر، تراقب، تتعقب وترصد المخالفات. هي الجدار الحامي للاقتصاد الوطني.